القرآن ذوال ربي عزيزان السفوغان سطلة مرثفاف يتساوين ذو فريد مسلمة ورثكين دما. قرآننا قلوبنا له سكن، أرواحنا له وطن، يملأ فينا عقلا ووجدانا، ما أتعس من سار بغير منهج، طوبى لنا قد اتخذناه قرآنا، ومن لم يرتوي من نبعه عاش أبد الدهر ظمآنا، وليس يغنيه عن سؤله وإن شرب من غيره وديانا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. ليث مثلا سلام ربي فلاوان وقيد درس رقم 416 من دروس التفسير، ومازال أكد صورة لقمان، لقمان الحكيم. السجي ماذا ربادن في السلسلة يا 27 ألمذ لا يا 32. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. العلم، العلم نعمة، ثمسني نعمة، ولكن العلم يتفاوت بين الناس مخلفا يمذانا كليون ذشون ترقوات مسني إكسعا. تعددت مصادر العلم والمعرفة، هناك مشتركات وهناك مختلفات. المشتركات الأذن أم الزوغ نساعتك يزمر بناد ما دير في الثاموسني صوم الزوغيس، مصدر من مصادر المعرفة الأذن، هذا قاسم مشترك بين الناس. يعني ثلاث مسني أي رفذ ومذان سم الزغيس نعمة. البصر مصدر من مصادر التعلم والمعرفة والمشاهدة، أتصن تمثال العلماء سننتن سواشو سالمشاهدة، أما ذي الأسترونومي في علم الفلك، أما ذي الجيولوجي في علم الجيولوجيا، أما ذي البيولوجي في علم البيولوجيا، في جميع العلوم أهيني ولا نتبع نشاهد. بالمشاهدة يحمل معرفة وعلما. الدراسة، إنسان يقرأ ألف باء عادي، وهذا أمر متاح، والحمد لله الآن نشهد في هذا الوقت كان اللي ما قراوش عنده 70 سنة باش بدأ القراية، درك الآن نحفظ القرآن كامل. نعود، كان لي إلى غاية 70 سنة حرف ما يعرفوش، ألف ولاش، يقرأ في محو الأمية يولي بالتوازي يحفظ القرآن، يسمع القرآن بعد 12-14 سنة يحفظ القرآن كاملا. وممكن واحد قرأ سنة أولى ابتدائي دخل عمره 5 سنوات وما زال ما حفظش لا القرآن لا غيره. باش نقوله فقط كان عامل الإرادة، حبيت ندير إشارة إلى الإرادة، وإذا عزمت فتوكل على الله، العزيمة. وهنا الاجتهاد، هنا دائرة الاجتهاد كما قال المتنبي الله يرحمه، على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وعلى قدر الكرام تأتي المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. وهو القائل أيضا إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم. ولو الهمة طلع النيفو نجوم،
لذلك نقولوا للطلبة نتاعنا ما ديروش القناعة في القراية. القناعة مليحة في الماكلة، مليحة في كسب المال، في القراية لا. القناعة في العلم مرفوضة، ماشي مقبولة. قرا حتى تموت، وماشي غير مربوطة بالشهادة البيام والباك، هذا كلام عادي. كان زمان ما كانش شهادة يقراو برك، دروك كاين الشهادة. مين تمناو أن واحد يرفد الكاغط اسمه الشهادة ديبلوم، أرنو ياس المعرفة، هذا هو المطلوب. المعرفة، العلم، لو كونتون، المضمون، لو باجاج، هذاك اللي مهم أكثر. الكاغط هذا يعني كاغط اسمي سيدا واليس ديبلوم، مانيش نقص من قيمة الكواغط، ولكن لازم نسميها الكواغط، أخاطر أنا في زمن تقريبا نتاكل قيمة الكاغط أكثر من لو سافوار. أنا عامي ترى إلا وندى النظام، الأمم المتحضرة تعطي له الدبلوم يقول لك ما نستعرفش، أعطي له السافوار. تقول أنا ندير البانتور يقول لك أول بيدون دير لي برك البانتور. تقول أنا أرشيتكت عندك الانفورماتيك أول أوردينا، ورينا ورينا لعب قارئ المعرفة نتاعك. وهذا هو الصح في الحقيقة في النهاية، ولكن معليش نجمع بينهما. والأحسن أن نجمع بين هذا وذاك، بين الشكل والمضمون. الدبلوم يكون، ولكن المعرفة اللي لازم يكون عندها قيمة أكثر لازم تكون. هذه استيمبانوتاز يعني يرتشيوين بين قوسين. ولكن هذا الشاعر اللي كنت نقولها كذا أصحاب همة عالية الفوق الفوق، قال لك كذا، قال لك إذا غمرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. وقال آخر كذا المعالي إذا رمت تدركها أسوضا، قال سقفيت وين ذنيوفا، فاعبر إليها على جسر من التعب أتعدض في قنطرة الأعتاب إلا قد شرول ثيذي. يا أخي هذا مثل اللي نقارزي ويني فغان سكسوس ووذي وسينين مدنا سيذي إلا قد شرو ثيذي. المعرفة، العلم. ولكن يبقى علوم البشر، كل علوم البشر قدام ربي لا شيء. ربي قال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. حذاري، يغطر الإنسان يقول كان عندي العلم، روح بلا عقل بلا عقل، لأنك مهما تعلمت فإنك تجهل أكثر مما علمت. الشافعي ناس كلما ازددت علما ازددت علما بجهلي. سيمير نغذيث مسني يتفانيد أينور السنغ أكثر بين السنغ، أوربيك فيخفيد إناد وفوق كل ذي علم عليم. درجات أن بعد إناد أكن مثلهم وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولكن نستغل هذه الحياة القصيرة، أنفرس تاوني تنتذر في النغ ذا شو 60-70-80 سنة، والو على بالك والو، راهي تفوت سريعة جدا، تعاقب الليل والنهار يظل يوم لساعة 20-30، أم بعد 50-70-80 يلي عنده 20، بعد 50 ولي عندك 70، يلي عنده 70 قبل 50 عندك 20. ما تغطر ما نغطروش، خطر أن جون يقولك جون أم بعد جون يا أخي تتعاقب عليك الليالي والنهار والليل والنهار. إذن هذاك اللي عنده 80 سنة قبل 60 سنة كان عنده 20 سنة، وانت بعد 60 سنة كان عندك 80 سنة. يا سعد اللي بروفيتي يتعلم. كان كتاب، أعظم كتاب قرأته في الموضوع عبد الفتاح أبو غدا، اسمه قيمة الزمن عند العلماء، وكتاب آخر اسمه صفحات
من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل. يحكي عن العلماء الكبار، ابن سينا، ابن هيثم، الفارابي، هذو كاع كاع لي سبيسياليتي في الماتيماتيك، في الجيولوجي، في الفيلوزوفي، كل في الشريعه، في كلش. الامام البيروني، هذا الامام الطبري، الامام كي وصل الامام البيروني واش قال؟ بيروني هذا جاب واحد كلام قالوا واحد مؤرخ فرنسي يخدم في التاريخ، جاوري رومي اسمي سخاو، اشو دينا في البيروني؟ إن دم خلقاكي أكبر عقلية عرفها التاريخ، ألا غم قران إكسن السن تاريخ ذوى الإمام البيروني. إحكاد في اللاس إن كي قري قري قر كل شيء، الشريعة ثلا، لا فيلوزوفي ثلا، اسمي سومي قرن علم الفلكي لا إلا كلش، ونسعة ثمين كثورة. المولود الحافظي بني حافظ بني ورثيلة، هو غير هنا بني حافظ بني ورثيلان يا صاحب الساعة الشمسية، مازال الساعة ثورة سندي معهد سيدي عبد الرحمن يلولي، فغادي ندير غمزي كم ثورة. المولوذ الحافظي، المولوذ الحافظي سي بني ورثيلان بني حافظ، لنا طاس بني ورثيلان تفكادا طاس، لا مولثنا تفكادا طاس. الفضيل الورثيلاني يا 59 سنة، الفضيل 1900 1959، وكي جامع بين علوم الشريعة وأيضا علم الفلك. إذن هذا الأمر ليس بدعة، ليس جديدا، هذا أمر قديم. الإمام البيروني يسير قرب هذه المث قبل لحظات قبل ما يموت، سمع ذوك الناس اللي جاوا يتناقشوا في مسألة علمية، قرنك المستك الراحة أسقر ديش انت مسألت إن يسميثوا فهم الجواب في كثير سيد، كي تلقاو الجواب أعطيوا لي الجواب. قالوا له واش تدير بيه؟ انت راك رايح تموت، هاو قريب تموت. قالهم احب ان القى الله وانا اعرف هذه المعلومه افضل من ان القاه وانا اجهلها. قالوا خير القى في الغربي، سلم عليهم تجديط استرنو ذي الشاني صار سيدي ربي، ولا القى في الغرب والسنغاره. معناه جبنا هذا الأمذية اكزومبل مثال باش ننظر حرص العلماء على التحصيل العلمي إلى آخر لحظة ألم ما يموت. والله يرحم اللي قال، قال اجتمع العقل مع العلم، شكون اللي مليح؟ سؤال لكم جاوبوني، اللاغ أكت مسني يصور، شكون اللي خير منهم، هذا ولا هذا؟ جاوبوني، العلم ولا العقل؟ اختلف الفقهاء، عندكم الحق في زوج، ولكن اسمعوا لي، تلاقى العلم مع العقل تناقشوا بيناتهم. نقول لكم واش صرا بيناتهم، صارت كونفرونتاسيون، مناظره. كيفاش تفهموا؟ اختلفوا من بعد تفهموا. نقرا القصيده، هي طويله، نقرا غير شويه. علم العليم وعقل العاقل اختلفا مخلفا، من ذا الذي منهما قد أحرز الشرفا. أنواع قس عن الشرف قس عن القيمة كل ما سيقارنك. فقال العلم أنا أحرزت رايته، انطق العلم قالوا أنا هو الصح، أنا نرفد الراية نتاع الشرف. يرسد العقل وقال العقل أنا الرحمن بعرفا، قالوا ربي بي اللي عرفت ربي. كيفاش عرفنا ربي؟ بالعقل ولا لا؟ لا، عرفت ربي بربي، ولولا ربي ما عرفت ربي. سل عقل سوال تبحث 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 تعرف ربي. سيبوسا ربي في القرآن أكثر من ألف مرة يهضر على العقل، لا ألغ العقل 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 العقل. فقال العلم أنا أحرزت رايته، وقال العقل أنا الرحمن بعرفة. العلم مسكين تلفت له، قالوا ربي بي اللي عرفت ربي، كان ما كانش العقل ما تعرفش ربي. ومن بعدين العلم أعطاه بواحد الحجة أرجيمون، أعطاه ماشي بالضربة، لا لا، هما بقوة المنطق لا بمنطق القوة.
كاين منطق القوة، كاين قوة المنطق، لا فورس نتاع لا لوجيك، ماشي العنف خطيهم. فأفصح العلم إفصاحا وقال بأين الرحمن قد وصف. قالوا ربي كيفاش وصف روحه، عليم ولا عاقل؟ ربي وصف روحه بالعلم، الدليل إن الله كان عليما حكيما. ربي ما قالش إن الله كان عاقلا، أعطاه بالحجة. قالوا فأفصح العلم إفصاحا وقال بأين الرحمن قد عرف قد وصف، باش وصف روحه؟ العقل هنا استعرف. فبان للعقل أن العلم سيده، العقل عرف باللي العلم سيد سيديس. يا أخي نكون قرار نكون ثمور ثمنا نقار سيدي، روح عرف جايف سيزي وزو بني ورثيلان وين توثق سيدي سيدي سيدي. هوذي علامة صحة، سيتان سيني دو في سيدي منصور، سيدي سحنون، سيدي عمرو ولا حاج، سيدي الجوذي، سيدي سيدي عبد الرحمن، هاوي سيدوهم ماشي عبدوهم، لا يقدروهم سيدي اسنين مدنا سيدي. العقل استعرف فبان للعقل ان العلم سيده، زيد فقبل العقل راس العلم وانصرف. وزاد العقل سلم على الراس، العلم يسلم فوق الروس، تكفاث مشاهوت. نروح للتفسير. ربي سبحانه غادي يقار كيما راكم قاعد قراو ديروا واش حبيتم، بعد انتم غيش ويعرفوا برك قدركم. ولو ان ما في الارض من شجره اقلام، كل اشجار الدنيا الاشجار اما تزمور ثم تزديثما يقطعوها اقلام، ديستوليثن الاقلام، والبحر يمده المحيطات والبحار من بعده سبعه ابحر، وزرام تقريبا 70% ثمان. ايماجيني كان ادير له ربي سبعه نشتبو يا ذاكي ذي الميداد اللونكر. كل هذا ما نفدت كلمات الله. انعامي اما تشي كتاب نتاع 1000 صفحه ولا خزانه ولا بيبليوتيك، لا لا، علم الله لا حد له، علم مطلق بلا حدود، هذا هو المراد. ما نفدت كلمات الله، ما نفد علم الله، لا ينفذ. علاش في الآية يقول وقل ربي زدني علما؟ الإنسان كيما يقرأ يقول يا ربي زيد. من بعد ربي قال إن الله عزيز حكيم. حكيم، وحنا هضرنا على الحكمة الآية 12 من سورة لقمان، ولقد آتينا لقمان الحكمة قلت لكم سادتي الحكمة لا صجز ما كانش كيما هي. إذا عندك الحكمة تقرأ مليح تعيش مليح، إذا كنت حاكم تحكم مليح، إذا كنت تهتم بقضايا الأمة ستخدمها، بقضايا البشرية. الحكمة إذا غابت عن البشر وقع الدمار، وين صار القرات والحقرة والظلم والباطل، الدم اللي يسيل والأرواح اللي تزهق والعدوان على حقوق الإنسان على جميع المستويات. نبدأ من لاسيول فاميليال من الأسرة، روح حتى الأسرة البشرية، ملحومة حتى الأمة، غابت الحكمة ظل باطل. لذلك الحكمة مهمة، وهذه الصورة ركزت بزاف على الحكمة، وهنا يتحدث عن حكمة العلم. بشر بيقولنا قراو علم الله مطلق، استزيدوا بلا قناعة. الله يرحم علي بن أبي طالب، قال لهم شكون مليح العلم ولا المال؟ يلا سؤال لكم، أذريم والعلم شكون اللي مليح؟ مليح في زوج. ولكن في حاجة مهمة، إلا عندك المال ستان بروبلم على بالك، أول ما تقولش مليح لي كالكول، إلا عندك ذهب ديرو الكفر وين تخبيه، إذا عندك طوموبيل سورتو إذا كان جديدة دوبل في، يا بابا يا بابا ترقد، لازم تحطها
أنت تحرس مالك صح؟ الإمام علي سئل قالهم أيهما أفضل؟ قالهم الحفي زوج ولكن حبس قالوا العلم قال أنت تحرس المال والعلم يحرسك. يا بابا يا بابا أنت تحرس المال لا عساس ولكن العلم يحرسك ينقذك خطر بالعلم تعرف ربي بالعلم اللي إلى آخره. وإذا غضمت في العلم وكذا الرأي قال نسيف الله عنزيه أذريم وكذا الرأي إناس خير الرأي الرأي ديوي أذريم أذريم ودي صغار الرأي ولاش السوق زنزون لا صاجاس الحكمة ولاش السوق زنزون الرأي ولاش. لذلك الله يرحم المتنبي مرة أخرى يقول الرأي قبل شجاعة الشجعان هو الأول وهي في المحل الثاني. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. بعد ربي قال ما تخلقوش أنتم بزاف الغاشي سيدي مليار على بالك. ربي سبحانه يوم البعث ساهل باش يخرجنا كامل ليوم الحساب. ما يجيش واحد يقولك بزاف الغاشي ماشي بزاف عند ربي. ربي قال ما خلقكم هو الكرياتور هو اللي خلقنا ولا بعثكم باش يبعثنا يوم القيامة إلا كنفس واحدة. قعث خلقي في قعد إيمانيتي كأنها بندم واحد كل شيء عند ربي سهل. الدليل سورة ياسين الآية 82 إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إن الله سميع بصير معنى ربي سميع يسمع قاع واش نتكلمو وبصير قاع واش نديرو لا تخفى عليه خافية. ألم ترى أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. أعطانا ربي آية من الآيات تعاقب الليل والنهار. شوف برك يولج يدخل الليل ما يجيش كضربة واحدة لا لا تبدأ الشمس ضرب الآن قوية الآن بعد شو تضعف 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 بطريقة سلسة لطيفة هادئة ويروح الضوء نتاع الشمس يضعف والليل راه يجي هذا يدخل في هذا وكيف الفجر ماشي الشمس ضربة واحدة تشرق لا لا بطريقة هادئة. لو كانت كلمة هذه الآية نحتاج ساعات وساعات ولكن تكفي الإشارة. وقد أشرنا فيما سبق في مثل قوله تعالى كي تكلمنا في سورة مثلا في الآية القرآنية سنريهم آياتنا في الآفاق لونيفير وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق باش نفهموا باللي هي آية تعيش معنا نعيش معها تعاقب الليل والنهار يضواس 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 وسخر الشمس والقمر يطيج جور ما شاء الله كل شيء مسخر كل يجري إلى جن مسمى قل وألم يوم القيامة المثلث كفى الدنيث وأن الله بما تعملون خبير أيضا لا تخفى عليه خافية يعلم السر وأخفى ذلك بأن الله هو الحق ربي هو الحق. الآية قيام الآية ندنى ثورة سورة فصلت الآية 53 سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه الباطل. اللي ما يعرفش ربي والله يغيظ يعرق سوفريد غير ربي سبحانه دي جديد دوني دماغ يعرق وفريد نسقليق تروح برك مانيش عارف تروح العزازقة تروح البجاية تروح الوهران تروح تتلفلك طريق تتقلق هاو كاين اللي طريق لربي سبحانه ما يعرفوش ممكن يكون قاري الشهادات ولكن ما يعرفش ربي واللي ما يعرفش ربي مسكين. نسأل الله الهداية للجميع. يلا بعد ربي واش قال وأن الله هو العلي الكبير جل جلاله والحمد لله أن صلواتنا نبدأها بالله أكبر. ألم ترى أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته. الفلك السفن يا عجبة تصوروا الفافور السفينة سفلة بومان أترف ذي مذانان طوموبيلات إي كاميونان شحال الأطنان. لا حول ولا قوة إلا بالله. هاو ثقي نعمة نعمة كما ربي سخر الجو الطيارات راه يطير الأرض أنا نمشي فوق الأرض والبحر هدية من الله. قالك أعطيت لكم كلش في الكرة الأرضية ولكن حققوا
مقتضيات الاستخلاف فوق الأرض. ماشي تروحوا للدنيا تاكلوا تشربوا ترقدوا البحر من بعد تموتوا وتوليوا. هذه حياة هذه، هذا مكان. وما الدنيا إلا طعام وشراب ومنام، فإن فاتك هذا فعلى الدنيا باي باي، فعلى الدنيا السلام. هذه هي حياة. قال له واحد آخر، قال له وش بيك تخلخص الحياة ذي الدنيا ذايا؟ قالوا يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته، أتطلب النفع ممن فيه خسران؟ أقبل على النفس واستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. وأضاف آخر، وامدد يديك بالله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركان. تفضي ربي والتسقال أم بعد هذن هؤلاء البخار السفينة تمشي ليوري بنعمة الله ليوريكم من آياته، باش العلامات هذه نعرفون ربي ونعبدوه. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. هذه آيات صبار. نحتاج الصبر أولا، نحتاج باش نطيعوا ربي، نحتاج إلى الصبر للطاعات، خطر الطاعة حوايج صبر، صعب ربي الزلوطة تاع الشراط الحيج العذاب إلى قصبر زيد. ونحتاج إلى الصبر لاستقبال الأقدار أيضا. ربي سبحانه يبتلينا كما تعرفوا جميعا، الدنيا معمرة بلي سوربريز، الدنيث تشور ذو كوران ذو النهثاث سيلوفا ورعني الخمد السولق، ولكن سجد الدنيث أنت تفضي ربي وانسوا الصبر. يلا شكور، أي غردينا شكور معنى اللي يحمد ربي على النعم. حنا بالكم لو كان واحد يحمد ربي على النعم ما يقدرش، لا يستطيع. واش من نعمة حمد ربي عليه؟ على البصر حمد ربي ليل ونهار وما تلحقش، يزري أمزو أوليه جهاز التنفس كي كانت كورونا قريب مت الأكسجين والو أبري بريت شحال بنا لي مرض براو، ماشي نعمة هذه. كاع شفنا الموت اللي مرضه، شفنا كاع الموت وشفناها مليح، ماشي شوية يعني سما سي بون كيما يقولوا لي جون سي بون. وكان يكتب وصية، واحد مرة اللي فات قال لك قريت الوصية نتاعي بديت نضحك، أنا سأموت بعد أيام، هذا مثل شركة شرب بوسان تجي غاون لهنا، أوصيكم بما يلي. وقلت له كي بريت؟ قال لي والله غير رحت. رحت ولات الانيرجي تطلع تهبط ليزيسكالي حتى سيتيام ايطاج هذاك الوقت. إذا معليش نعدي امتحان يا نادي السرب ان شاء الله وردوغال، اما انت ثما سينيتي شفان شكور. اخر ايه، واذا غشيهم موج كالظلل. يا لطيف، على بالكم في البحر اللي يركب منكم سفينه وتسمع ذاك البابور الامواج تضرب فيه ونسيت سرعري عكي قامس تقبيلي، الصوت نتاع البابور يخوف مليح. وبعدين تبدا تيماجيني يا درا ياكلك الحوت حي ولا ميت، خاطر ممكن تموت، ممكن يغرق البابور، ممكن الطياره تطيح. في هذاك لي مومون في هذاك الوقت الناس كامل مؤمنين ولا لا؟ لا سوره ارشي السور. والله غير شفت بعينيه في الطياره واحد يشرب شراب وعطى لي الاذن باش نحكيها، عطى لي الاذن باش نحكيها، غير زلزل والطياره ثاني كي تبدا تزلزل لي دوزا نتاعها. حبس الشراب بدا يستغفر، والله ما هدرت معاه خاطر ما نحقرش، لو كان هدر معاه شغل حقار ما حقرتوش، خليته وحده وحده. قلت يا ربي اسكو يكمل. بعد الطياره هدات، والله ما زاد قطره. إن ياسر في ثكين في ثكين يبيث. السلام عليكم. وعليكم السلام. كي قلت السلام عليكم انك يعطيك الصحة كنت دير الدعاء قبيله قبل ما زلزلها، خاطر كاين الدعاء قبل الزلزلة، دعاء نتاع السفر. قال لي ممكن تحفظني هذاك الدعاء؟ قلت له نحفظك، ولكن جاوبني على السؤال، علاش كنت تعصي ربي في السماء؟ قلت له راهم يشربوا الشراب في الأرض نورمال في الفوسيوات. قال لي بصراحة بصراحة أول مرة نشرب شراب في السماء. قال لي ولكن أعطى لي ربي الدرس زلزلة هذه ناس ربي الحمد لله إيث ولا مي
إن يقسم بالله ما زيد نشرها. ناس تعطي لي إذن باش نحكيها باسكو مليحة بزاف، لو كان ما عطاليش أوتوريزاسيون ما نحكيهاش. قال لي احكيها، وعلمناه ما بقي، درنا في الدعاء سبحانك اللهم وبحمدك عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه. هذه حاجة حلوة، يوم القيامة ربي الملائكة يكتبوا الذكر نتاعك في السماء، راك تعبد ربي في السماء ماشي غير في الأرض. علاش ما نبروفيتيوش؟ لماذا؟ وسنموت. ولكن الشيطان فزين لهم الشيطان سوء أعمالهم. لينمي ديكلاري هذا العدو المبين، قال لك انت تشرب شرب غير في الفوسي، هاو كان يشربوا في السماء، هاو الناس اللي عارفين، مش كيما انت تدور غير في الفوسيوات. اذا يكلخ لك ويكلخ لي يكلخ لنا، لازم نكونوا شاطرين وما نكونوش من الغافلين. ربي قال في سورة الأعراف الآية 205 ولا تكن من الغافلين. ان شاء الله ما نكونوش كيف كيف، ما نكونوش غافلين، وربي يسترنا ان شاء الله. واش قال ربي؟ واذا غشيهم موج كالظلل، الامواج هذه، دعوا الله مخلصين، البابور وكذا والرياح الموجات وكذا، ادعونا ربي له الدين، نغار بيسلكنا، نغار بي البحر يهدى، يوعر البحر ما يزاف ما يرفع. فلما نجاهم الى البر، هاو كيسلكو البابور قارة في البور، ابداو يهبطوا. فمنهم مقتصد، كاين اللي مقتصد ما عنده ايمان الله، الله ما بقى في ذاك المعصيه، نورمال مقتصد معتدل، ولكن الاخرين وما يجحد باياتنا. اشكون اللي يجحد بالايات نتاع ربي؟ يشوفها ومينكر، ولا أشد في ربي النعم من الآيات، ولكن يبوي ذيامن إلا كل ختار. شكون هو ختار؟ هو خوان، هو غدار للمواثيق والعهود. كي يكون حاصل يعهد ربي يقول يا ربي ما زيش نعصيك، أم بعد كي يسلك يخدع، هذا هو الختار. ولكن ربي قال إلا كل ختار كافور. كافور هذا واش معناه؟ كافر بالنعمة، معني يسعى ربي في كيسر بالنعمة ويحمد ربي. نسأل الله ألا نكون من هؤلاء، نسأل الله أن نكون من المؤمنين ومن غير الجاحدين، ممن ينظر في آيات الله فيعرف الله ويعبد الله. آمين آمين، الحمد لله رب العالمين.